لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من تونس المحلل الاقتصادي عبد الجليل بدوي. مرحبا بك معنا سيد بدوي عبر شاشة الغد. إلى أي مدى ما تتفق مع ما تشير إليه توقعات صندوق النقد الدولي بشأن معدلات نمو الاقتصاد في تونس وأبرز القطاعات التي تدعم هذا النمو؟ والله تونس في المدة الأخيرة استقبلت وفد من صندوق النقد الدولي لتقييم نتائج الاقتصادية قبل أن يمكن تونس من القسط القبض الأخير من القرض الذي وقع إسناده لتونس سنة 2016 بقيمة 2.9 مليار دولار. وبالطبع قبل أن يقرر مجلس إدارة الصندوق إذا كان يسهل تمكين تونس من هذا القسط يقع تقييم للواقع الاقتصادي، والواقع الاقتصادي يتسم من سوء الحظ بتراجع نسبة النمو حيث أن النسبة التي كانت مقررة في ميزانية المالية لسنة 2019 كانت 3.1 لكن من المتوقع أن لا تتجاوز 1.5% رغم أن هناك رجوع للسياحة، ورغم أن هناك كذلك فصل فلاحي وموسم فلاحي هام. ثانيا العجز التجاري الذي تنامى بصفة خطيرة، وبالطبع هذا العجز التجاري المتنامي رغم مداخيل السياحة ومداخيل التونسيين العاملين بالخارج لم يمكن من تحسين واضح سيد عبد الجليل في ضوء هذه التقديرات والتوقعات التي تشير إلى تسارع معدلات النمو وتقليص الفجوة في عجز ميزان المعاملات التجارية، إلى أي مدى ترى أن لذلك أهمية في دعم العملة المحلية الدينار التونسي؟ بعض الأزمة منش سنة إلى أي مدى يشكل ذلك شيء ضروري أو مهم بالنسبة لدعم العملة؟ لا، دعم العملة إلى حد الآن وقع ملاحظته في أوائل السنة الجارية، لكن هذا التحسن هش لأن جميع المؤشرات الكلية للاقتصاد بقيت دون المؤمن، سواء كان كما قلت فيما خص نسبة النمو، سواء كان في عجز الميزان التجاري الخارجي، سواء كانت المدنية العمومية التي ارتفعت، وبالتالي التحسن الواقع في العملة هو تحسن مهش ونجم نقول اصطناعي نوعا ما، ووقع دعمه من طرف السلطة القائمة على أبواب الانتخابات التشريعية والرئاسية، خاصة أنه رئيس الحكومة الحالي كان مرشح لرئاسة الجمهورية، وبالتالي النظام حاول أن يعطي حوصلة نتائج نوعا ما إيجابية للدخول في هذه المعركة الانتخابية، وأهم النتائج وضحت. أشكرك جزيل الشكر المحلل الاقتصادي تحسن قيمة الدينار عبد الجليل بدوي، كنت معنا عبر شاشة الغد من تونس، شكرا جزيلا لك.